تاريخ القارة الأفريقية، قراءة الكرتيب، الفصل الأول، أوروبا تمسك زمام أفريقيا. كانت الثورة الأفريقية أساساً ثورة ضد الحكم الأوروبي، ففي أواسط القرن العشرين كانت القارة الأفريقية كلها مقسمة في الحقيقة بين الدول الاستعمارية الأوروبية، فلقد رسموا الحدود ثم اتخذوا قرارا بشأن من يجب الاعتراف به ليكون صاحب الحق في السيطرة على كل منطقة على حدة، ولم يخطر على بال أي فرد أن يقترح اتخاذ رأي السكان الأفريقيين قبل أن يصبحوا خاضعين لفرنسا أو بلجيكا أو بريطانيا أو إسبانيا أو البرتغال أو البوير. فلقد كانت هناك عدة دوافع مختلفة كانت تعرف في مجموعها باسم الاستعمار. دفعت أوروبا القرن التاسع عشر إلى نشر سلطانها لكي تضيف الأراضي الأفريقية لإمبراطورياتها فيما وراء البحار، ولهذا اضطر جميع الأفريقيين تقريبا أن يدينوا بالطاعة فيما يربو على ثلاثة أرباع القرن لحكام كانوا يعتبرونهم دخلاء عليهم. ولكن الاستعمار التجاري هو الذي أدخل الشعوب الأفريقية في العالم الحديث، وكان الاتصال بين الأوروبيين والأفريقيين يعتمد على تجارة العبيد لقرنين من الزمان، وكون تجار العبيد ثروات طائلة نتيجة لما قاموا به من نقل ملايين الأفريقيين من أوطانهم عبر المحيط الأطلنطي. ولكن هذه العملية لم تعطي الأوروبيين سوى معرفة سطحية بالقارة، ذلك لأن معظم عمليات الاغتناص الواقعية وعمليات جمع وبيع العبيد كان يقوم بها الأفريقيون والعرب. أما تجار العبيد الأوروبيين فقد قصروا أنفسهم أساسا على شراء ونقل العبيد إلى العالم الجديد، مع الاحتفاظ فقط بمجرد عدة قلاع على الشواطئ الأفريقية من أجل حماية تجارتهم. ومن ثم فقد كانت معرفتهم بأفريقيا مقصورة كلية على بعض مراكز العبيد الساحلية. أما الاستثناء الوحيد الذي يعتبر ذات أهمية بالغة فهي منطقة الكاب، حيث توقّر الاستيطان الهولندي الذي كان قد ابتدأ في سنة 1652 في داخل القارة تدريجيا. أما الإرث العاطفي المرتبط بتجارة العبيد فقد ظل حيا في النفوس خلال سنوات القرن العشرين، واستمر بقاؤه ليوصم العلاقات القائمة بين أجيال الأفريقيين والأوروبيين حتى بعد القضاء على تجارة العبيد ذاتها. وكان شعور الأفريقيين بالخضوع ونبذهم له بروح عدائية من جهة، وشعور الأوروبيين بالتفوق الكامل وبيجوب تكفيرهم عن شعورهم لما ارتكبوه من جرم من جهة أخرى، كانت هي العراقيل الرئيسية التي تقف حيال قبول حياة إنسانية مشتركة بين هذه الأجناس المختلفة. ولكن مع هذا لم تكن تجارة العبيد هي التي أدخلت أفريقيا في فلك هذا المجتمع العالمي الذي شيد الأوروبيين صرحه. وبالطبع كانت توجد عوامل كثيرة كامنة في الروح الاستعمارية المعقدة التي جاءت بالأوروبيين إلى قلب القارة الأفريقية، وكان يبدو للكثيرين أنه من الواجب عليهم أن يدخلوا المسيحية إلى قلوب عبدة الأوثان وأن يحملوا الحضارة إلى بلاد الهمج. وكان الكشف الجغرافي يصحبه الرغبة في نشر المسيحية البروتستانية والرغبة في التجارة، وبات ذلك واضحا في رحلات كل من ليفسكونت والسبيك وبيرتون، وهي تلك الرحلات التي استولت على خيال الجماهير. زد على ذلك
أن كثيرا من الإرساليات قد أظهرت شجاعة وإخلاص في أنها لم تحمل فقط تعاليمها الدينية إلى المجتمعات النائية، بل وحملت أيضا إلى هذه المجتمعات اللبنات الأولى لفنون نشر التعليم والطب والزراعة. وكان هذا العصر أيضا عصر القومية المتحذلقة في أوروبا، وكانت الممتلكات الاستعمارية تعتبر برهانا على الهيمنة والهيبة القومية. وكان يشجع هذا الاتجاه على الدوام رجال السياسة والصحافة والمدارس ومنظمات الشباب ورجال الدين وزعماء الحرب. ولكن كان النهر الاقتصادي يجري دائما تحت هذا السطح الأيديولوجي، إذ قدر عدد الفقراء في بريطانيا في أوائل سبعينيات القرن الثامن عشر بحوالي 1,000,000 نسمة، وكانت البطالة تتزايد بسرعة مروعة. وكان من الضروري إيجاد أسواق جديدة ومواد جديدة لتغذية الآلات، ولم يكن من الممكن إطعام سوى نصف السكان من الإنتاج المحلي، ولهذا كان من الواجب ضمان الإمدادات الغذائية التي ترد من وراء البحار والمحافظة على سلامتها من تدخل أي عدو قوي. وكان المواطنون يتضاعفون بمعدلات متزايدة، ومن ثم كان من الضروري الحصول على أراضي جديدة يمكنهم الاستيطان فيها. ولما كانت جميع الدول الأوروبية الكبرى تواجه مشاكل متشابهة في وقت واحد، فلقد أدت المنافسة والتسابق العنيف إلى إثارة سلسلة من تفاعلات المقامرات الاستعمارية. ولم يكن يبدو على الإطلاق أي تناقض في الرابط أو الربط بين كل من التوسع التجاري والمسيحي، فلقد كان ذلك في الواقع هو النصيحة التي تقدم بها ليفسن جون من أجل التوسع في أفريقيا. وعلى هذا، بينما كانت الكنائس تدعم إرسالياتها، كان التجار المقامرون البريطانيون والفرنسيون والبلجيكيون والألمان يجوبون أنحاء أفريقيا، وجيوبهم ممتلئة بأشكال مختلفة من المعاهدات. تمكنوا من إقناع أصحاب السلطات المحليين كي يضعوا بصماتهم عليها، وبهذا باع هؤلاء الرجال الأرض وحقوق التعدين التي لم تكن ملكا لهم مقابل بعض الدماء والخمور والأسلحة. وتوقعت الشركات التي تكونت وكانت حينذاك من أجل استقلال هذه الحقوق أن تدافع عنها حكوماتها ضد الأجانب، وأن تمدها بالقوات من أجل التوسع في إمبراطورياتها التجارية، وأن توفر لها رأس المال من أجل إقامة أعمدة الأساس للحياة الاقتصادية الاستعمارية. وكانت الاحتياجات الأوروبية والمطامع الاقتصادية أساسا لاحتلال أوروبا الاستعماري لأفريقيا. ولم تدخل أوروبا قلب القارة الأفريقية بهدف مدعم إلا حينما ابتدأ كل من رأس المال والتجارة يبحث عن تحقيق رغباته داخل القارة. وبمجرد أن لحقت كل من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإلى حد ما بلجيكا بالزعامة الصناعية البريطانية، حتى ابتدأ الزحف نحو السيطرة على الأراضي الأفريقية. وقصروا الأمريكيون مجال اهتمامهم في على قارتهم والمحيط الهادي وآسيا، في حين أن أفريقيا كانت مفتوحة أمام المتنافسين الأوروبيين الذين كانوا على استعداد لاستقلالها بما لها من مقدرة على إمدادهم بما يحتاجون إليه. ونتيجة لعملية التصنيع المتزايدة، تراكمت رؤوس الأموال الزائدة عن حد، فاندفعت نحو البحث عن مخارج لها من أجل الاستثمار المربح.
كما أنه حينما ازدادت الحواجز الضريبية أو الضرائبية والتجارية ارتفاعا، كان يزداد إقحام الحكومات على الدوام في المسائل التجارية، وجذبت إمكانيات الكشف عن الثروة الأفريقية أنظار المستثمرين في عصر شهد تحرر الأعمال التجارية من السمة الشخصية نتيجة لقيام الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكانت الشركات الأوروبية هي التي حملت أوروبا بكل ما لديها من اهتمام إلى أفريقيا، ثم حملت بعد ذلك الثروة الأفريقية إلى أوروبا. وكان يأتي في أذيال هذه الشركات الجنود في أحيان أخرى كانوا يرافقونها، فأصبحت الهيبة القومية متضمنة في هذه العمليات. وكان من الضروري أي إيجاد الظروف المناسبة لضمان سير التجارة، وأخذت الحكومات على عاتقها بعض المسؤوليات من أجل إيجاد مثل تلك الظروف. وسرعان ما أصبحت مسألة مقاومة المنافسين الأوروبيين والقضاء على العداء الأفريقي المناوئ للتدخل الأوروبي من اختصاصات الدولة. وسرعان ما أصبح التوقع الاقتصادي مسألة قومية ثم مسألة عالمية. ولم يمضي وقت طويل حتى صممت الدول الأوروبية المهتمة بالأمر على أن تحل جميع المسائل الأفريقية بإجراء اتفاق فيما بينها في أوروبا. ونتيجة لتقسيم أفريقيا وزعت القارة الأفريقية بأكملها بين الدول الاستعمارية الأوروبية، وأدى هذا الوضع بالضرورة إلى إدخال الشعوب الأفريقية في مجال المجتمع العالمي. شكرا لكم ولحسن إصغائكم، على أمل أن نواصل قراءة تاريخ القارة الأفريقية في الحلقة القادمة.